ما قلنا هنعمل فطاير هشة حلوة جدا جدا، هتنفع في فطار عشاء، تنفع الولاد في المدرسة، مش هتقولك لأ، وطعمها بقى لذيذ جدا، فيها مكونات كمان حلوة قوي. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتها. هنحتاج النهاردة لوصفتنا 4 كوبايات من الدقيق، دقيق متعدد الاستخدام ومنخول كويس. هنحتاج كمان معلقة كبيرة من الخميرة، ولو هنستخدم خميرة البلدي عشان في ناس بتسألني على الموضوع ده، فهناخد حتة قد الليمونة الصغيرة أو قد الزيتونة الكبيرة، تمام؟ معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وعلبة زبادي، وربع كوباية من الزيت، ورشة ملح، كوباية مية دافية علشان نعجن بيها. هتبقى دي معانا مقادير العجينة، بسيطة جدا، وهتلاقي المكونات عندك في البيت، ممكن تقومي على طول على طول تشتغلي فيها، تمام؟ يلا بينا بقى نشوف ايه اللي هيتحط في العجينه بتاعتنا والحشوه بتاعتنا هتبقى عباره عن ايه. هنحتاج كوبايه من الفلفل الرومي الاحمر متقطع مكعبات صغيره خالص، عندي كمان كوبايه بقدونس مفروم، كوبايه زيتون اسود متقطع، عندنا كمان كوبايتين من الجبنه البيضاء متقطعه مكعبات صغيره. هنا في حاجه مهمه جدا، لازم تكون كل الخضار والجبنه والحاجات دي كلها ما يكونش فيها نسبه سوائل كبيره، يعني البقدونس غسلاه ومنشفاه كويس قبل ما افرمه، الفلفل نفس النظام، والزيتون برده متصفي كويس جدا، مش عايزه ميه علشان ما تبهدليش العجينه، والجبنه كمان اختاري نوعيه يكون ما فيهاش نسبه سوائل كبيره. كده دي الحشوه. اما هندهن الوش بايه بقى؟ هنحتاج بقى بيضه، معلقتين كبار من اللبن او الحليب، رشه من القهوه سريعه الذوبان، وعندي معلقتين كبار سمسم محمص، ومعلقتين كبار من حبه البركه. تمام، دي مقاديرنا النهارده، ويلا بينا بقى علشان نشتغل ونشوف هنعمل ايه. قبل الحلقه عملنا نسخه علشان تلحق تدخل الفرن وتستوي، كلنا عارفين العجينه لازم بتخمر وبتاخد وقت معانا، فتعالوا بينا يلا نخلط دهان الوش علشان ندهن العجينه بتاعتنا. زي ما قلنا عندنا بيضه، تمام، هحط عندنا القهوه سريعه الذوبان، هندوبها الاول في اللبن. انا كده ربيت البيضه وخلطت القهوه سريعه الذوبان في اللبن علشان تبوش معانا بسرعه، وحطيتها كده على البيضه، وكده دهان الوش جاهز معايا. نقدر نضيف كمان رشه من السكر ونقلبهم كلهم مع بعض، ويلا بينا بقى نجيب الفرشه. تمام، هناخد من الخليط اللي احنا عملناه وندهن وش المعجنات بالراحة خالص، لأنها خمرانة، ولما تكون خمرانة يعني دخل فيها كمية من الهواء، مش عايزين ان احنا نطلعهم بضغطنا عليها بالفرشة، فبالراحة خالص وبخفة نبدأ ندهن الوش من غير ما نخرج الهواء اللي دخل. فرننا شغال على 200 او 220 ومقربة الرف لأرضية الفرن علشان ما تطولش معانا الفطاير وتطلع بسرعة مستوية وهشة وطرية. بالشكل ده بالراحة خالص. ده خلاص دهنا الوش وحطينا سمسم وحبة البركة، وتعالوا ندخل الفرن. زي ما انتوا شايفين كده الرف على يعني قريب من الأرضية بتاعة الفرن عشان السخونية تبقى عالية وتسوي لي الفطاير بسرعة، كل ما استوت أسرع وخدت لون أسرع كل ما كانت طرية معانا وهشة. ويلا بينا بقى علشان نعجن. نروح بقى للعجان بتاعنا. بسم الله، عندنا 4 كوبايات من الدقيق متعدد الاستخدام منخول كويس، هنضيفهم. تمام كده 4. هنحط الخميرة، السكر، البيكنج باودر، ونقفل ونخلط. تمام كده، ويلا بينا بقى نضيف مع بعض. عندنا 1/4 كوباية من الزيت،
وعندنا علبة من الزبادي. تمام كده، فاضل معايا كوباية من المية الدافية هنزل بيها حبة بحبة لغاية ما لغاية ما العجينة بتاعتنا تلم وتبقى قوامها مظبوط. يلا بينا بقى حبة بحبة. هنا حاجة مهمة جدا، راعي ان المية تكون دافية مش سخنة، السخنة قوي بتقتل الخميرة وتبوظها، فلازم المية تكون دافية، يعني ايدك تتحملها كده زي اكل البيبي او اسخن سنة. حبة بحبة بقى، بسم الله. عايزين نعمل ان شاء الله حلقات على اكل البيبي باذن الله قريب جدا نعملها مع بعض. الميه في ايديكي تتحكمي براحتك في العجينه حبه بحبه لغايه ما تلاقي العجينه لمت وتكورت مع بعض وادتك نتيجه حلوه. طيب نبص كده على العجينه بتاعتنا اخبارها ايه. بسم الله، بصوا قوامها حلو جدا. لو لقيتيها بتلزق معاكي قوي اعجنيها كويس، ولو فضلت تلزق بعد ما اتعجنت العشر دقايق اللي احنا بنقول عليهم حطي لها رشه دقيق. تمام، انا هسيبها كده تتعجن علشان تبقى ملسه ومططيه معانا. هي بصي بعمل كده بتتشد وتتقطع علشان هي لسه ما اتعجنتش، اول ما هتتعجن كويس هتلاقيها بقت مططيه، تمسكيها وتشديها فتلاقيها مططيه وبتروح معاكي وملسه كمان وطريه، دي اهم حاجه. عجينه بعد ما بتتعجن، بعد ما نعجنها نحطها في مكان دافي، طبعا نغطيها ببلاستيك وفوطه نظيفه ونحطها في مكان دافي، ولو احنا في الشتاء والجو برد هنحطها في الفرن اللي احنا مسخنينه 5 دقايق وطافيينه ومتاكدين ان هو مطفي، ونلفها كويس بفوطه ونروح مدخلينها الفرن علشان بعد ما نطفيه طبعا علشان تخمر بسرعه. تمام، خمرت. واعرف ازاي ان هي خمرت للناس اللي هي جديده في موضوع المعجنات، هتلاقي ان العجينه كانت حته كوره قد كده في ارضيه البوله، كبرت ومالت البوله بالشكل ده، هيبان معاكي كمان هنا هتلاقوها مفرغه وعامله تفريغات كتير، واحنا هنحط فيها المكونات دلوقتي هيبان معانا كمان هي قد ايه فيها هواء. يلا بينا بقى نضيف مكوناتنا اللي هي البقدونس، ومعانا كنزي. الو، وادي الزيتون. الو، البقدونس والزيتون، وحطيت كمان الجبنه المكعبات وحطيت الفلفل الاحمر. اهم حاجه انك تتاكدي ان الكلام ده كله ناشف مفيهوش سوائل علشان ما يبوظليش العجينه. تمام، بصوا هنقلب بس المكونات دي كده مع العجينه بعد ما تخمر. تمام، يبقى احنا خمرنا مره بعد ما عجننا وحطينا الخضار بتاعنا اللي هو بقدونس وزيتون وجبنه وفلفل احمر، واحاول كده اجمع المكونات مع العجينه. مجرد ان انا المهم انا مش بعجن عجين بقى، انا بلم بس وبمزج المكونات مع بعض، ونحضر صاج مدهون بالزيت او مفروش ورق زبده. خد بقى جزء كده قد الكورة من العجينة بعد ما حطينا عليها الخضار اللي احنا حطيناه. اهم حاجة ان انا احطها في صاج يكون من الالومنيوم. تمام، ودهناه دهنة بسيطة من الزيت او لو عندنا مثلا ورق زبدة. وتعالوا نبص على الفطاير الحلوة اللي احنا دخلناها تستوي عشان ابتدت تاخد لون. بصوا كور كده، يلا نبص على اللي في الفرن ونرجع نكمل تاني. الله، تحفة، ريحتها حلوة قوي، ريحة الزيتون طبعا مع الجبنة هايلة جدا ما شاء الله، شكلها جميل جميل جدا ولونها حلو قوي. تعالوا نشكل تاني. ده احنا بعد ما بنقلب الخضار اللي هو كان بقدونس زيتون فلفل احمر جبنة وقلبناهم كويس مع العجينة وبدأنا ناخد منها جزء جزء، فهنبدأ نعملها كور بالشكل ده ونرصها في صاج يكون مدهون بالزيت
ونسيبها بقى تخمر مرة تانية. ما ينفعش ان انا اخبزها على طول لان انا طلعت التخمير وانا بضيف الخضار، فاستنى بقى لما تخمر مرة تانية وتعلى كده، وبعدين ابدأ ادخلها في فرن سخن جدا على درجة حرارة 220 على الرف الاقرب للارضية علشان ما تاخدش معانا وقت وتطلع معانا هشة وطرية. تمام، خلاص كده الفكرة وصلت ان انا هسيبها بقى تخمر. وزي ما شفتوا دهناها بخليط من البيضة، حطينا بيضة وحطينا رشة من القهوة سريعة الذوبان مع معلقتين كبار من الحليب، قلبناهم مع بعض، دوبنا القهوة وبعدين ضفناها على البيضة اللي احنا ربناها ودهنا بيها وش الفطاير بالشكل ده. وتعالوا بينا كده نقدمها ونفتح واحدة كده ونشوف الدنيا اخبارها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. هايلة جدا ولونها من تحت كمان روعة جدا، مستوية من فوق ومن تحت والدنيا تمام. زي ما قلت تنفع فطار، عشاء، سندوتشات مش محتاجة سندوتشات بقى، هي كده على بعض يعني، أو الشغل. الله عليك يا ريهام، صح كده، يعني رايحين شغل بقى كده وعايزين ناخد معانا حاجة سريعة فيها كل حاجة، فيها الخضار، فيها الجبنة، فيها الزيتون. لا دي برضو مش نافعة، نجيب حاجة تاني. بسم الله. عجينة حلوة قوي قوي، مكوناتها بسيطة، انت هتلاقي عندك كل المكونات دي اصلا في البيت، تقدري حالا تقومي تعمليها، مش هتاخد منك وقت ونتيجتها زي الفل. اهم حاجة علشان تبقي ضامنة النتيجة وعارفة ان الحاجة هتطلع معاكي مظبوطة، الخميرة. دايما بنبه وبنوه عنها ان هي طالما موجودة في مقادير عجينة فهي اهم مكون، هو اللي هيظبط لي الدنيا. تمام، ما تيجوا نفتح واحده كده ونشوف الدنيا اخبارها ايه. بصوا خفيفه جدا على فكره، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا العجينه هشه خالص، مفرغه جدا جدا، بصوا عامله ازاي، وفيها بقى الخضار، البقدونس، الزيتون، الفلفل، الجبنه، طعمها حلو قوي وهايله جدا جدا، وطريقتها زي ما انتم شفتوا مفيش اسهل من كده. يلا نقدم الفطاير. عايزاكم بقى تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه. دي هتديها للولاد معاهم في المدرسه، مش محتاجه ان انت تحشيها حاجه ولا حاجه تقع منهم ولا اي حاجه، هي كلها في بعضها كده ساندوتش متكامل العناصر الغذائيه.